ولبحث آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالعاصمة المصرية القاهرة في أشغال الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية حول فلسطين. وخلال كلمته أكد وزير الشؤون الخارجية أن الفلسطينيين يواجهون اليوم عدوانا غاشما من قبل الاحتلال الصهيوني، في وقت أعلنت فيه منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الحصار اللا إنساني المفروض على قطاع غزة يتنافى مع القانون الدولي الإنساني، وهو وضع تتجلى فيه أبشع صور جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة. عطاف أكد أيضا أن الوضع يفرض على الجامعة العربية المبادرة الفورية بتعبئة كل الهيئات الدولية المعنية بما فيها الهيئات القضائية لوضع حد لهذه الممارسات المقيتة.